السلام عليكم. هل كون الاندومتريال كانسر هو الكومونست جاينيكولوجيكال كانسر في فلسطين بشكل اساسي وفي يوروب، هل الاندومتريال هايبر بليجيا تعتبر البريكيرسر للاندومتريال كانسر، بلس انه احنا بنتعامل مع هذه الحالات كجزء من الديو بي او الابنورمال يوتيراين بليدنج، حنحكي عنها بشكل محدد، نعرف ايش الاسباب وايش كيف طريقه العلاج والفولو اب. كديفينيشن الهايبربليجيا بيكون بروليفريشن واوفر جروث في الاندوميتريال جلاند، وبالتالي بلس انه بيكون جلاند ستروما ريشيو انكريز، وبالتالي هذا بيعطي كاركترستيك للهايبربليجيا عن البروليفريتيف اندوميتريوم اللي بنشوفه في المينسترال سايكل. هلا حكينا انه الهايبربليجيا تعتبر البريكيرسر تبعت الاندوميتريال كانسر، وبالتالي الومن اذا تركوا انتريتد غالبا حيكون الالتيميت فيت تبعهم كانسر. هلا الكومونست بريزنتيشن تبع الهايبربليجيا بنتوقع انه الابنورمال يوتيراين بليدنج، وغالبا بنشوف هذا الكونديشن في الاكستريمز اوف ايش، كونها لها علاقه بالاستروجين او الاندوميتريال هايبربليجيا بتصير اندر استروجين ستيميليشن، وبالتالي اي استروجين ان او اكسبوجر ان اوبوزد وذ بروجستيرون نتوقع في هذه الفتره يصير في هايبربليجيا. المين ريسك فاكتورز، اول شغله انكريست او الاوبيسيتي، انكريست البي ام اي نتيجه البريفرال كونفرجن اوف اندروجين وتحديدا الاندروستين دايون لا استروجين، استراديول طبعا في البري منسترال، استرون في المينوبوزال. الانوفيوليشن قلنا في الاكستريمز اوف ايج بيكون في ريجولار بيريد انوفيولاتوري سايكلز، وبالتالي نسبه الاستروجين بتكون اعلى، وغالبا في البريمينوبوزال بيريد بيصير مشكله الهايبربليجيا. اذر كوزز واللي هي اقل يعني ليس كومون اللي هو موضوع دراجز، مريضه بتستخدم اتش ار تي او تاموكسيفين للبريست كانسر، والاستروجين سكريتنج تيومرز زي الجرانيولوزا غالبا قلنا في البيدياتريكس بتيجي ببريكوشس بيوبرتي وليتر اون، لانه هي لها تو تايبس juvenile، وفي الماتيور جرانيولوزا سيل تيومر بتيجي ليتر اون بإندوميتريال هايبربليجيا. وجدوا انه الاميونوسبريشن والكرونيك اندوميترايتس او انفكشن also implicated في الاتيولوجي. فعليا الكلاسيفيكيشن تغير شوي من 94 لل 2014، هلا احنا بنعتمد ال 2014 WHO كلاسيفيكيشن. هلا احنا كنا نقسمهم الى 4 كاتيجوريز وستيل موجودين عندنا مكتوبين بالكتب بنفس الطريقه، هايبربليجيا ايذر سمبل او كومبلكس اكوردنج للاركيتكتشر يعني الكومبلكسيتي. هلا الهايبربليجيا سواء السمبل او الكومبلكس بنقسمها معها atypical features، يعني غالبا الاتيبيا احنا بنحكي على النيوكليير او سيلولار ليفل with اتيبيا او without اتيبيا. وجدوا انه الاساس في المانجمنت او في البروجنوسيس اللي هو الاتيبيكال تشينجز الاتيبيا اكثر من الكومبلكسيتي او الاركيتكتشر تبع التشو، وبالتالي تقسيمتها صارت into two categories اللي هو hyperplasia without اتيبيا والاتيبيكال hyperplasia. هذه الكونديشن سسبكتد في الناس قلنا اللي عندهم هاي ريسك، مثلا مريضه عندها بي سي او بالتالي شيء هاز ان فيولاتوري سايكلز، الاكستريمز اوف ايج بريمينوبوزال، المرضى وجدوا انه طبعا الاوبيسيتي مع الدي ام مع الهايبرتنشن بيسموه سنجل تراياد بيزود الريسك اوف هايبربليجيا او الاندوميتريال كانسر ان جنرال. المرضى غالبا بغض النظر عن الاماونت في المرضى البوست مينوبوزال اي انسكد او اي بليدنج اي سبوتينج فاجينال بليدنج ابنورمال يوتيراين بليدنج شود بي ادريسد از كارسينوما انتل بروفد اذر. الchanges في الاندوميتريال ثيكنس وجدوا انه هي good tool for screening في البريمينوبوزال، طبعا ما نقدرش نعتمد عليها كتير كونه انه من الفوليكولار للسكريتوري فيز ممكن يعني الchanges تكون من 2 مليمتر up to 12 مليمتر، لكن الناس تحديدا اللي عندهم او في الاكستريمز اوف ايج اللي عندهم انوفيوليشن خاصه في مرضى البي سي او، اذا كانت الاندوميتريال ثيكنس اقل من 7 مليمتر في البري منسترال او بري منوبوزال وجدوا انه الريسك اوف اندوميتريال هايبربليجيا تقريبا نيجليجبل. هلا الكات اوف بوينت اللي اعتمدوها واستخدموها بشكل اساسي كانت في البوست منوبوزال كونه انه الاندوميتريال ثيكنس بيكون تقريبا اقل من 1 مليمتر مع السبريشن اوف هرمونز او مع المينوبوزال ستيتس، وبالتالي اقل من 4 مليمتر ات كان رول اوت 99% من حالات الاندوميتريال كانسر.
الالترا ساوند بشكل اساسي بيفيدنا بوث في حالات السكرينينج تو رول اوت هايبر بلاجيا او اندوميتريال كانسر، بنفس الوقت بيساعدنا في الدايجنوسيس. الاذر موداليتي تو دايجنوس الهايبر بلاجيا اللي هو بشكل اساسي الهستروسكوبي. اي هايبر بلاجيا او اندوميتريال كانسر طبعا شود بي دوكيومنتد او شود بي كونفيرمد عن طريق الهيستولوجي. اسهل طريقه ناخذ الاندوميتريال بايوبسي، يا اما بالاوفيس بايوبسي بنسميها البيبل بايوبسي، او عن طريق الهستروسكوبي which is preferred كونه انه بيشوف other pathologies. يعني احنا بالهستروسكوبي بنعمل visualization بالكاميرا للإندوميتريال كافيتي، وبالتالي لو كان في اي focal lesions بنقدر ناخد directed بايوبسي، على عكس البيبل بايوبسي اللي احنا بناخدها blindly بالكلينيك او بالأوفيس. هاد شكل البيبل بايوبسي، هي very thin بتكون plastic flexible tube وفيها سكشن، بمعنى يعني بيكون فيها سيرنج، بنحاول نعمل سكشن لل يعني كيوريت سمول كيوريت لانه في عندها كيوريتنج ايدج، بلس بنعمل سكشن اي تيشو اوبتين بنبعتها على الباثولوجي. ميزتها انه بتتاخد بالكلينك بدون سيديشن، بدون تقريبا ما فيش بين، بلس انه الديتكشن ريت تبع الكانسر از فيري هاي، يعني ات كان رول اوت تقريبا 99% من الاندوميتريال كانسر، لكن بالنسبه للهايبر بلاجيا بتكون نسبتها اقل. الهستروسكوبي ممكن نعمله، هلا هو تو تايبس حنحكي عنه، ريجيد او فليكسيبل. اللي قدامنا ريجيد هستروسكوبي بنقدر نعمله باندر سيديشن بالاوت بيشنت كلينيك او بالثياتر اذا كانت مريضه ات هاي ريسك او بتحتاج لجنرال انستيزيا. بشكل اساسي زي ما قلنا بيعمل فيجواليزيشن للاندوميتريال كافيتي، بنقدر نعمل ريكوردينج من خلاله، وبنفس الوقت بناخذ دايركتد بايبسي. واللي بيميز الهستروسكوبي انه زي اللابروسكوبي، في له انسترومنتس بقدر اعمل فيها كات، اخذ بايوبسي، ممكن نعمل مايوميكتومي، نعمل بوليبيكتومي، وبالتالي اتس دايجنوستيك ان اوبريتيف. هلا التلسكوبي هو تلسكوب بنشوف من خلال الاندوميتريال كافيتي، زي ما حكينا هو تو تايبس، ريجيد وفليكسيبل. الريجيد طبعا بيكون ايزي تو مانيبيوليت، على عكس الفليكسيبل ممكن يعمل شويه صعوبه اثناء الانتري او اثناء المانوفرز او البروسيجرز. اللي بيفيدنا بالفليكسيبل انه غالبا بنستخدمه از اوت بيشنت، كونه انه البين تبعه اقل، التوليرانس للمرضى عليه اكثر، وتقريبا الريزلتس لما ناخذ البايوبسي مش اوبريتيف هيستروسكوبي بتكون كومباربل او سيميلر. اليوتيران كافيتي از ديد سبيس، وبالتالي فعليا لو حطينا الهيستروسكوبي لحاله مش حيبين اي او مش حيعمل فيجواليزيشن للكافيتي، وبالتالي لازم استخدم ديستنشن ماتيريال. بشكل اساسي بنستخدم سي او 2. هلا الفلويد بنقدر نستخدمهم، احنا فعليا بنعتمد على النورمال سالاين او الرينجرز اللي بنسميه الكترولايت فلويد. هلا الهاي فيسكوسيتي فلويد نقصد فيها الكولويد زي الستارش، بنقدر نستخدمه او بنحتاج نستخدمه في حالات الاوبريتيف هيستروسكوبي لما بدي استخدم الكوتري. الكوتري ممكن يعمل الانيون الموجوده زي الصوديوم الكلورايد تعمل ترانسميشن للالكتريسيتي، وبالتالي ريسكي اني استخدمه في حالات اليوني بولر الكتروسيرجري. هلا الانديكيشنز انه بشكل اساسي احنا بنستخدم الهستروسكوبي في حالات الانفيرتيليتي لما يكون في زي ما قلنا اشرمنت، او في حالات وجود السبتم. هلا الهستروسكوبيك ريزكشن ذكرناه في حالات الاكتوبيك، في حالات الكورنوال او الانترستيشال بريجننسي ممكن نعمل ريزكشن. الابنورمال يوتيران بليدنج اذا كان دو تو بوليبس او سب ميوكوزال فايبرويد وكانت كومبليتلي موجوده في الكافيتي نقدر نعمل له ريزكشن عن طريق الهستروسكوبي، لكن اذا كانت انتراميورال او سبتيروزال بيكون يعني مش ما بزبطش نعمله عن طريق الهستروسكوبي، وقتها بنحتاج للابروسكوبي. الاندوميتريال ابليشن اللي مر معكم في حالات الدي او بي او الابنورمال يوتيران بليدنج الاي او بي، هلا الفيرست جنريشن بتعتمد انه لازم نشوف قبل ما نعمل ريزكشن او قبل ما نعمل ابليشن، بمعنى انه انا بدي اعمل ديستركشن للبوث لايرز اللي حكينا عنهم بالمنسترول سايكل، للفانكشناليس وللبيزاليس، خاصه البيزاليس لازم نعملها ديستركشن عشان ما يصيرش اوفر جروث للجلانس. هلا الفيرست جنريشن بتصير عن طريق انه احنا بنحط الهستروسكوبي وبنعمل اوبريتيف هستروسكوبي، يعني لازم يكون في فيجواليزيشن. هلا السكند جنريشن ميثودز تعتمد انه بستخدم الهيت او الليزر without visualization، يعني بستخدم الانسترومنت تبع الهستروسكوبي بدون ما استخدم الكاميرا للكافيتي to be visualized.
الفريكوينت او الكومنست كومبليكيشنز اللي بنواجهها موضوع الاندومتريتس او الانفكشن بعد البروسيجر، والبليدنج ممكن يكون انترا اوبريتيف او بعد العمليه. هلا الميجر كومبليكيشنز هم فعليا رير، انه يصير دامج لليوترس، انه يعمل بيرفوريشن وبالتالي بيعمل دامج للادجسنت اورجنز. بشكل اساسي بنحكي عن البول والبلادر. البليدنج غالبا بيكون توليرابل او مودريت اذا كان سيفير او ان كنترول، رير لانه يصير. failure to gain entry يعني بنحاول نعمل dilatation للسيرفكس لكن ما فيش يعني ما فيش good tract انه to get access لليوترس، وبالتالي failure of the procedure. السيرفايكال لسيريشن او التروما هي ممكن later on تعمل complications اثناء البريجنسي، خاصه اذا كانت significant trauma واضطرينا نعمل repair او ناخذ stitches. السيرفايكال ستينوسيس رير لانه يصير نتيجه الباد dilatation، او خلينا نحكي اثناء الدايليتيشن ممكن الهيلينج يصير with stenosis أو with fibrosis، وليتر on بيعمل infertility لأنه فعلياً ببطل فيه كأنه عملنا obstruction للcervix. هذول التو تايبس اللي حكينا عنهم، الفليكسيبل هيستروسكوبي والريجيد هيستروسكوبي اللي بنستخدمه mainly بشكل أساسي في الoperative procedures. هلأ كونه الهيستروسكوبي بيساعدنا كتير في التشخيص، وبلس إنه حالياً بيستخدموا الفيرست لاين سكرينينج ميثود خاصة لأي مريض عندها دي يو بي مباشرة ريفيد قبل ما ناخد، يعني بنعملش أوفيس بايوبسي وبعدين نبعتها على الهيستروسكوبي، لا بنعمل دبل مانوفرز عن طريق الهيستروسكوبي، بنعمل فيجواليزيشن دياجنوستيك وبلس بناخد البايوبسي، وبالتالي في بورتبل هيستروسكوبي سهل كتير الاندومتريال بايوبسيز اللي احنا بنحتاج ناخدها بالكلينكس. زي ما قلنا الهايبر بليجا بنقسمها ل تو مين كاتيجوريز، without اتيبيا واللي هي طبعا تعتبر البناين فورم، وذ اتيبيا غالبا بيكون في underlying malignancy. هلا معظم الحالات of هايبر بليجا without اتيبيا لو تركناها بدون علاج، يعني just follow up عن طريق الاندومتريال بايوبسي، بنلاقي انه صار في spontaneous regression. لكن الناس اللي بيكون في عندهم خاصه اللي بيكونوا هاي ريسك اللي ذكرناهم قبل، لا غالبا حيحتاجوا لعلاج. فعليا اذا لقينا المريضه في عندها ريفرسبل ريسك فاكتورز زي الاوبيسيتي، المريضه اوبيس على تاموكسيفين او بتستخدم اتش ار تي، ممكن ان يعني نحاول نعالج الريسك فاكتورز عن طريق نقلل الويت او نعمل شيفت لاذر دراجز غير التاموكسيفين، وبالتالي سبونتينيسلي بيصير في ريجريشن. هلا الاوبزرفيشن الون يعني المرضى ممكن تتابعهم جست زي ما قلنا عن طريق الفولو اب والاوبزرفيشن. الافضل في هيك حالات نستخدم البروجستيرون كونه بيعمل اتروفي، وبالتالي بيعمل الريجريشن ريت بيكون تبعه اعلى، خاصه للمرضى اللي بيكون في عندهم ريسك فاكتورز. الفيرست لاين ميديكال تريتمنت يعني احنا بالاول بنعمل اوبزرفيشن، ثاني لاين بنروح لميديكال تريتمنت عن طريق الاورال بروجستيرون. زي اللي في كتير برودكت عندنا بنبعه بالصيدليات زي البروفيرا البريمولوت، هدول الأكتر أدوية متعارف عليهم، أو بنستخدم زي ما قلنا الاي او اس بيعطينا البروجستيرون ارم أثناء العلاج. هلأ خاصة للمرضى اللي بيكونوا على اتش ار تي، يعني مريضة مش عندها مثلا سيفير هوت فلاشز ومش قادرين احنا نوقف الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي، بنستخدم الاي او اس كبروتكتيف ميجر. هلا فعليا البروجستيرون زي ما قلنا الاي اس طبعا يعتبر الفيرست لاين، اذا المريضه ديكلايند اي يوتيراين ديفايس وقتها بنروح للاورال بروجستيرون. البروجستيرون نستخدمه كونتينيوسلي في حالات الهايبر بليجا نو، او ما فيش اي فائده انه استخدمه سيكوينشال حاعطيها 7 دايز بريك ثرو بليدنج، او خلينا نحكي اوف من البروجستيرون، وبالتالي الهايبر بليجيا حيضل يصير لها اوفر جروث حتى لو استخدمناه لمده 14 يوم او 21 يوم، وبالتالي شود بي يوزد كونتينيوسلي فور ات ليست 6 شهور. هلا المرضى بعد هيك بناخذ بالفولو اب duration of treatment بضل لمدة 6 شهور. هلأ إذا كانت الفيرتيلتي not desired ننصح المريضة إنه to keep the IUS أو الميرينا لمدة 5 سنين اللي هو الفترة اللي مسموح إنه إحنا نخليها. هلأ بعد 6 شهور بدنا ناخد 2 samples at least، بحتاج ل 2 negative samples يحكي إنه أو يعطيني results إنه الإندومتريوم رجعت للوضع الطبيعي، صارت proliferative endometrium راح منها الهايبربليجيا. هلأ أي مريضة صار في عندها bleeding أثناء العلاج لازم ناخد biopsy نتأكد هل في ممكن يكون صار في progression، على الرغم من انها بتاخذ
البروجستيرون، وبالتالي بهيك حالة بتكون محتاجة بنتعامل معها زيها زي الإتيبة، ممكن تكون محتاجة لهستريكتومي. هلا الناس اللي بيكونوا ريسك، يعني مريضة الأوبيس وما قدرتش تنزل وزنها خلال فترة العلاج، أو مريضة قبل هيك عالجناها بالأورال بروجستيرون وهلا عملنا لها ديستشارج من الفولو أب، لازم بالحد الأدنى تضل على لونج تيرم فولو أب. هلا المرضى الأي أو إس هم اللي غالبا كان بديستشارج لمدة 5 سنين without follow up. بالنسبة للهستريكتومي بنستخدمه as a first line of management في حالات الاندوميتريال هايبربلاجيا with اتيبيا. هلا إذا كانت without اتيبيا غالبا نلجأ للمايرينا أو البروجستيرون ك first line treatment، كونه الهستريكتومي إذا major surgery وبالتالي بيكون في إلها complications أكثر من الفائدة اللي حتعطينا إياها من حكاية الريجريشن للاندوميتريال هايبربلاجيا. هلا للبريمينوبوزال الديسيجن، إذا المريضة ريكوست الهستريكتومي أو مريضة high risk أو صار في progression للdisease despite the treatment، وقتها بنحتاج لهستريكتومي. أو مريضة بعد ما خلصنا 6 شهور من التريتمنت لقينا أول endometrial biopsy كانت negative، ثاني endometrial biopsy كانت positive، معناه أنه صار في relapse، فغالبا هدول at high risk of developing cancer. بهيك حالة بنروح باتجاه الهستريكتومي. هلأ المرضى premenopausal لازم نعملهم bilateral salpingectomy as a protective measure for future أو للovarian malignancy، لكن بالنسبة للovaries to be removed أو لا حسب يعتمد حسب الايج، والديسيجن شود بي individualized حسب الريسكس تبعت المريضة، بس غالبا احنا بنخليهم عشان تضل المريضة هرمونالي اكتف. هلأ في حالات البوست مينوبوزال لازم إذا بدنا نروح لهستريكتومي نعمل bilateral salpingo oophorectomy، يعني بنشيل البوث ovaries والبوث tubes. بنعتمد على البروسكوبيك ابروتش كون الكومبليكيشنز تبعته والسايد افكتس تبعته اقل من انه نعمل اوبن او ابدومينال ابروتش. هلا الاندوميتريال هايبربلاجيا فعليا حتوقف البليدنج تبع الاندوميتريال ابليشن، حتوقف البليدنج تبع الهايبربلاجيا، لكن مش لازم نستخدم او ممنوع نستخدم في حالات الهايبربلاجيا. اول نقطه لانها حتعمل ديستركشن للبيزال سلاير، وممكن يصير في اليوتيرس يصير ادهيرنت، المريضه تصير امينوريا، وبالتالي لو صار في ريلابس للديزيز او رجع مره ثانيه او تحول لادينوكارسينوما هاد بيأثر انه او بيعيقنا انه نقدر ناخد endometrial biopsy بشكل اساسي. ونقطة تانية انه البيوبسي بتساعدنا بالابليشن، غالبا ما بناخد بيوبسي، وبالتالي الهستريكتوم لما ينبعت كامل اليوتيرس على الهستوباثولوجي بيساعدنا نعرف اي other يعني surrounding malignancy او malignant cells. الاتيبيكال هايبربلاجيا سواء كانت بري او بوست مينوبوزال فيرست لاين اوف تريتمنت از هيستريكتومي، الا اذا المريضه مثلا كانت يونغ، كانت عمرها مثلا 35 سنه، وبالتالي شي هاز نوت كومبليتد هير فاميلي يت، وبالتالي هي يعني شيز كين اون بريجننسي. في هيك حاله بنعملها فولو اب انتل لغايه ما نكمل الفولو اب تبعها او لغايه ما يصير في حمل، وبعدين ليتر اون بالنهاية الفاينل ألتيميت مانجمنت إنه لازم نروح باتجاه الهستريكتومي. هلأ في المرضى اللي سيكين فيرتيليتي بنحط لهم اللي نات سيكين فيرتيليتي، ما يعني بالنسبة لهم ريفيوزد سيرجري، وبنفس الوقت هم يعني ما بدهمش تو جيت او ما بدهمش يحملوا، بنروح للمايرينا او الاي او اس. البروجستيرون طبعا بيكون سكند الترناتيف ثيرابي، وغالبا بنحاول نبعد عن الاورال بروجستيرون كونه الكومبلينس تبعه اقل، وبالتالي الاتيبكال هايبربلاجيا الاندرلاين مالجنسي تقريبا توصل ل 30 ل 50%. يعني وجدوا من السبيسيمن تبعت الهستروسكوبي تبعت الهستريكتومي وجدوا انه 30 ل 50% من هدول المرضى بيلاقوا عندهم اندرلاين مالجنسي. هلا اذا كانت الفيرتيليتي نو لونجر ريكويرد والمريضه زي ما قلنا كومبليتد هير فاميلي، وقتها لازم نعمل هيستريكتومي. قبل ما نعمل هيستريكتومي لازم نتاكد انه ما فيش اندرلاينج ادينوكارسينوما او اذر ميتاستاتيك ديزيز، نعمل ام ار اي سي تي ترانسفيجنال الترا ساوند بلس التيومر ماركرز. During the follow-up بنعتمد على endometrial biopsies كل 3 شهور بدل كل 6 شهور على عكس الحالات اللي ما بيكونش فيها اتيبيا. هلا المرضى اللي هم wishing to conceive بالحد الأدنى بدنا 1 endometrial sample تكون negative عشان قبل ما المريضة تبت pregnant، لأنه يعني المانجمنت أثناء البريجنانسي بيكون أصعب إذا كان في underlying malignancy. هلا وجدوا هدول المرضى بدل ما يضلوا فترة يستنوا بالحمل، وخلال هاي الفترة ممكن يصير في disease progression يصير في عندي cancer، مباشرة بنروح ل IVF pregnancy لأنه live birth بيكون أعلى والrelapse وجدوا أنه بيكون أقل.
الهرمون ريبليسمنت ثيرابي لمريضه ما فيش عندها باست هيستوري اوف اندومتريال هايبربليجيا، ممنوع نستخدم الاستروجين اونلي اتش ار تي. لمريضه نان هيستريكتوميز، مريضه مش قايمه اليوترس او مش شايله اليوترس، لازم نستخدم كومبايند. او اذا بدنا نستخدم استروجين اونلي بدنا نحط الانترايوتران ديفايس او المايلينا زي ما قلنا كاستروجين او كبروجستيرون ارم او كبروتكتيف ميجر. هلا المرضى اللي بيكونوا هيستريكتوميز اذا كنا عاملين توتال هيستريكتومي يعني احنا شلنا السيرفكس بنستخدم لهم استروجين اونلي. هلا اذا كان السيرفكس لساته موجود عملنا سب توتال هيستريكتومي، معناه انه السيرفكس ممكن يكون او يكون في لساته اندومتريال جلاندز موجوده في الابر سيرفكس ابر بارت اوف ذا سيرفكس، وبالتالي ممكن يكونوا سسبتبل فور هايبربليجيا نتيجه الاكسبوجر للاستروجين. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، اي مريضه على اتش ار تي شود بي انكارجد انه يعني المرضى اللي بيكونوا على اتش ار تي في اول 6 شهور متوقع يصير في ريجولار بليدنج، بعد 6 شهور المفروض ينتظم عليها سواء كانت ماشيه على سيكونشال او كانت ماشيه على كومبايند. الريجولار بليدنج طبعا في السيكونشال بتكون اعلى، الكومبايند غالبا البليدنج بروفايل تبعه بيكون افضل. وبالتالي اي ريجولار بليدنج بعد ال 6 شهور شود بي انفستيجيتد از يعني انه يكون از بروفيشنال دايجنوست او كديفرنشال دايجنوست تو رول اوت الاندومتريال هايبربليجيا والاندرلاينج ادينو كارسينوما. هلا المرضى اللي بيكونوا ماشيين على اتش ار تي، قلنا الاتش ار تي يا اما بده يكون استروجين اونلي او بده يكون كومبايند. الكومبايند بيكون بنستخدمه سيكوينشال يعني نفس طريقة الكومبايند أو سي بيز بنستخدمه كل 21 يوم أو بنستخدمه كونتينيوس يعني بشكل دائم بدها تضل تاخده. هلا السيكوينشال قلنا أي سيكوينشال هرمونال ثيرابي نوت إفكتيف في حالات الهايبربليجيا، وبالتالي مباشرة نعملها سويتش على كومبايند عشان يكون في موجود بروجستيرون يعمل أوبوزينج للأكشن تبع الإستروجين. المرضى اللي عندهم بريست كانسر او بيتعالجوا على تاموكسيفين، هلا بريست كانسر بالنسبه لنا از كونترا انديكيشن يعني البروجستيرون كونترا انديكيشن في حالات البريست كانسر. حتى ايفن المايرينا ما عليه جود ايفيدنس انه السيستميك ابسوربشن المينيمال سيستميك ابسوربشن اللي بيصير ما بياثرش على البريست. ممكن نستخدمه في حالات معينه، مريضه مثلا بوست مينوبوزال عندها بريست كانسر ات ريسك او في عندها كوموربيديتيز وبالتالي بنقدرش نعملها سيرجري، ممكن نستخدم الاي اس في هيك حاله، بس يعتبر انه الريسك على البريست كانسر اقل من الاورال. هلا المرضى اللي ماشيين على تاموكسيفين يفضل انه نعملهم سويتش على اروماتيز انهيبيتورز، لكن الاروماتيز بشكل اساسي بيشتغل في البري مينوبوزال. في البوست مينوبوزال غالبا بنحتاج بشكل اساسي ل ريسبتور انتاغونيست اللي هو التاموكسيفين. اذا التاموكسيفين از نيسيسري فور ذير كونديشن ذن بنروح باتجاه السيرجري. هلا كتير بتجينا تقارير من مرضى بيكونوا عاملين دي ان سي او بتكون عامله بوليبيكتومي، الهيستوباثولوجي بيكون كاتب فوكال اندومتريال هايبربليجيا في البوليب، اذروايز الاندومتريوم او سواء سراوندينج اندومتريوم از هيلثي يعني ما فيش فيها اي اتيبيكال تشينجز. هلا بهيك حاله بنتابع المرضى زيهم زي الهايبربليجيا، يعني حتى لو كان الاشي فوكال استيل المريضة عندها ريسك كونه انه صار في تشينجز في البوليب، متوقع انه يصير في تشينجز في الاندوميتريال لاينج اللي حوالين البوليب. اذا كانت حسب الهيستولوجيكال تايب كل كاتيجوري زي ما قلنا طريقه الفولو اب تبعتها.